والليلة ليلة شهيد الطفوف، الليلة ليلة الشهيد الذي كان مثالا للإمام الزكي المجتبى. إمامنا الحسن كان حاضرا في الطفوف، حضور الإمام الحسن كان في أولاده، أولاد الإمام الحسن كلهم الذين حضروا في الطفوف كلهم كانوا من ضحايا عاشوراء، فقط الحسن المثنى قطعت يمينه وأصيب بجراحات وبعد ذلك نجا من القتل لأنه قد ضمنه أسماء بن خارج الفزاري، أمه كانت من قبيلة بني فزارة، وإلا بقية أولاد الإمام الحسن كلهم قتلوا في كربلاء. مثلما قدم سيد الشهداء عليا الأكبر، إمامنا الحسن قدم القاسم صلوات الله عليه، ولذلك إمامنا الحسين جاء به وصفه إلى جنب علي. ومثل ما قدم سيد الشهداء رضيعه عبد الله، قدم إمامنا الحسن طفلا من أطفاله أيضا اسمه عبد الله، كما ذبح رضيع الحسين بين يدي الحسين، عبد الله ابن الإمام الحسن ذبح أيضا بين يدي سيد الشهداء. الذي ذبح عبد الله الرضيع حرملة ابن كاهل الأسدي، الذي ذبح عبد الله ابن الإمام الحسن حرملة ابن كاهل الأسدي. تلاحظون التشابه في كل هذه الجزئيات، نفس الخطوات التي خطاها سيد الشهداء، آثار سيد الشهداء كانت بجانبها آثار لإمامنا الزكي المجتبى. وأول أولاد الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه الذي خرج إلى المعركة هو القاسم الشهيد. المؤرخون يذكرون حميد بن مسلم وغيره ممن حضروا الواقعة يصفون خروج القاسم إلى ساحة المعركة فيقول: برز إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر، عليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، يعني وكأنه خرج بثيابه التي يلبسها للراحة في البيت، قميص وإزار وفي رجليه نعلان وبيده سيف، واتجه إلى المعركة. هم يذكرون حميد بن مسلم وغيره، أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين، المؤرخون يذكرون من غير الشيعة بأنه قتل جمعا كثيرا على صغر سنه، هكذا جاء في كتب التأريخ. وبينما هو على هذا الحال انقطع شسع نعله. حميد بن مسلم يقول: لا زلت أذكر بأنها اليسرى، النعل اليسرى، الشسع يعني السير، انقطع سير نعله فانحنى ابن الحسن المجتبى يريد أن يشد نعله في وسط هذه الألوف، في وسط جبال من الحديد،
في الروايات، في كتب التاريخ، في كتب الرجال، حين يتحدثون عن أصحاب الحسين يقولون لقد لاقوا جبال الحديد. وهذا واحد منهم القاسم في وسط هذه الجبال من الحديد، ينزل ينحني يريد أن يصلح سير نعله. كلمة جميلة للسيد عبد الرزاق المقرم في المقتل رضوان الله تعالى عليه، وأيضا ربما تسمعونها يقرأها الشيخ عبد الزهراء الكعبي في قراءة المقتل. هذه الكلمة للسيد عبد الرزاق المقرم حين يصل ويتحدث في كتابه مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن هذه الوقعة، حينما نزل القاسم يصلح سير نعله، يقول: وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان وهو لا يزن الحرب إلا بمثله. كلمة جميلة جدا، وأنف ابن النبي الأعظم، أن يبقى بدون حذاء، بدون نعل، ما كان لابس حذاء، نعل بالسهولة يمكن أن ينزع من الرجل. وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان وهو لا يزن الحرب إلا بمثله. وصف دقيق، وإلا لو لم تكن حالة القاسم هذه لما نزل يصلح السير، يصلح سير نعله. وهو على هذا الحال يصلح سير نعله قصده عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي. حينما كان يقاتل القاسم ما اقترب منه، لكن لما نزل وانحنى قصده فعلاه بالسيف، ضربه على رأسه الشريف، فوقع القاسم على وجهه على الأرض. صرخة الاستغاثة وصلت إلى خيام أبي عبد الله: يا عماه أدركني. هم المؤرخون يصفون الحسين، يقولون: فتجلى الحسين كالصقر، يعني جاء مسرعا، فتجلى الحسين كالصقر وشد عليه، على عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، وشد عليه. هذه عبارات المؤرخين: وشد عليه شدة الليث الغضبان، فعلاه بالسيف، اتقاها بيده فأطنها إلى المرفق، فلشدة الألم صاح صيحة عظيمة، فقصدته خيول الكوفة، خيول الأمويين لتنقذه، فداسته بحوافرها. حميد ابن مسلم يقول: من جلت الغبرة إلا والحسين يقف عند رأس القاسم صلوات الله عليه، والقاسم يفحص برجليه، يفحص يعني يحرك برجليه من شدة الألم، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. الحسين واقف على رأس القاسم والقاسم يفحص برجليه، إلى أن قضى وودع الدنيا. الإمام يقول له: بني قاسم، عز على عمك، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. ثم رفعه من الأرض. هم الذين حضروا الواقعة يقولون: ألصق صدره بصدره. الإمام ألصق صدر القاسم بصدره الشريف صلوات الله عليه وحمله، ما ترك الهاشميين يحملونه، هو حمله. علي الأكبر الهاشميون حملوا، ما حمله سيد الشهداء، لكن القاسم سيد الشهداء بنفسه هو حمله. فألصق صدره، صدر القاسم بصدره الشريف، وجاء يحمله إلى أين؟ متجها إلى حيث علي الأكبر فمدده بجانبه.
وهذا حال سيد الشهداء من شهيد إلى شهيد. لكن اللحظات الأخيرة، أنا ذكرت القاسم أيضا أعرج على ذكر عبد الله بن الحسن وهو شقيق القاسم. اللحظات الأخيرة سيد الشهداء بعدما جرى وجرى عليه، متى بدأ التعب يتسرب إلى سيد الشهداء؟ بعد حادثتين. الحادثة الأولى حينما ضربوه بحجر فقد نزف كثيرا، حينما ضربوه بحجر في جبهته المقدسة نزف الإمام كثيرا، رفع ثوبه كي يمسح الدم، صوبوا لقلبه السهم المثلث. هنا بدأ الإعياء يظهر على سيد الشهداء، لذلك جلس يستريح. والذي يبدو من تفاصيل الأحداث أنه كان قريبا من الخيام، جلس يستريح، وفي هذه الأثناء انفلت طفل من بين الخيام، هو عبد الله ابن الحسن شقيق القاسم. هذا طفل صغير وعطشان، هو الكبير إذا كان عطشان هل يفكر في شيء آخر؟ طفل صغير، لكن الحسين له خصوصية. الحسين له سحر خاص، له قدرة مغناطيسية خاصة لا تشبهها قدرة، لذلك كان دمه هو المادة الأولية للمشروع المهدوي. خصوصية موجودة في الحسين، يوم غد نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. هذه الخصوصية تجذب كل شيء باتجاه الحسين. فخرج هذا الطفل في ذلك الجو المرعب، جثث وأشلاء على الرمال ودماء منتشرة في كل مكان، وعطش وخوف، والنيران تتلاهب في أطراف المخيم. سيد الشهداء وهو على هذا الحال، عين إلى القوم وعين إلى الخيام، صاح: أخي زينب احبسي. تلاحظون كيف هو أبو السجاد، عين باتجاه الخيام وعين باتجاه القوم. قال: أخي زينب احبسي. حاولت أن تمسك به، أفلت من يديها، جرته، قال: لا والله، أريد أن أذهب إلى عمي. وجاء يركض باتجاه عمه. حميد ابن مسلم المؤرخون يقولون: كان قطعة من الحسن والجمال هذا الطفل الصغير. سيد الشهداء وهو جالس على الرمال أقبل إليه بحر بن كعب، ما كان يجرؤ أن يقترب من الحسين حينما كان الحسين على جواده، فرفع السيف يريد أن يضرب رأس الحسين، عبد الله بن الحسن. ألا تلاحظون هذه ظواهر غريبة؟ طفل بهذا العمر في وسط هذا الطوفان الدموي يقول لبحر ابن كعب: ويلك يا ابن الخبيث، أتريد أن تضرب عمي الحسين؟ وهذا طفل عطشان جائع، خوف، رعب، نار. بحر ابن كعب ماذا صنع؟ بدل أن يوقع السيف على رأس سيد الشهداء توجه به إلى هذا الطفل الصغير.
هذا الطفل أراد أن يتقي السيف بيده فأطنها إلى الجلد، قطع يده، بقيت معلقة بجلده، فصاح يا عما. الحسين وهو على ذلك الحال كان ينزف دم من صدره، لأن السهم المثلث حين أخرجه كتب المقاتل تقول فانبعث الدم كالميزاب، الدم انبعث من ظهر الحسين كالميزاب، وكان الدم يجري من جبهة الحسين أثر الحجر الذي ضربه به أبو الحتوف، والدم أخذ الحسين من ظهره كان يجري كالميزاب. ماذا يصنع الحسين؟ فجر عبد الله ألصقه بصدره، قال بني اصبر، طفل في هذا الحال وفي هذا الجو وبهذا الألم، أنت تصور طفل وقطعت يده بقيت معلقة بالجلد، جراحة صغيرة تؤلمنا، وهؤلاء ماذا أسميهم؟ ذئاب، خنازير، كلاب؟ العبارات قاصرة. هذا حرملة مثل ما رأى عبد الله الرضيع بين يدي الحسين، رأى عبد الله ابن الحسن أيضا على صدر الحسين، فوجه النبلة إلى رقبته فحزه من الوريد إلى الوريد وهو بين يدي عمه سيد الشهداء. آلام الحسين لا توصف، أحزان الحسين لا توصف، وهذا هو الذي يشدنا إلى الحسين. هذا جانب، جانب من هذه الحاضنة التي أشرت إليها قبل قليل. صلت أبيات جميلة للسيد رضا الهندي رحمة الله عليه، صلت على جسم الحسين سيوفهم. هذه السيوف أين صلت؟ صلت راكعة، ساجدة، قائمة، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا، الضبا السيوف الرماح الحراب، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ظمآن حسين ظمآن ذاب فؤاده من غلة، الغلة النار المستعرة في كبد الإنسان في باطن الإنسان من العطش، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذابا. لهفي عليه في الصعيد مجردا، عريان تكسوه الدماء ثيابا، ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك يا حسين أن تكون ترابا، لهفي لرأسك فوق مسلوب القناة يكسوه من أنواره جلبابا، ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك يا حسين أن تكون ترابا. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الأجساد العاريات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الجيوب المدرجات،
السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المجرع بكاسات الرماح، السلام على المضام المستباح، السلام عليك يا حسين. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.